خلينا نروح نكمل اخبارنا. خبرنا التالي مع مصطفى عسل نجمنا في النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. مصطفى كان بيلعب بطوله سنغافوره الدوليه في الفتره من 15 ل 20 نوفمبر اللي احنا فيه، ومصطفى حصد المركز الثالث. مصطفى كان لعب في قبل النهائي مع بطل الاكوادور بطل بيرو انا اسف ديجو الياس، وانهزم في قبل النهائي وتعرض لاصابه في بدايه الشوط الثاني. نتمنى ان شاء الله تكون اصابه بسيطه. بفكر حضراتكم مصطفى قبل ما يسافر سنغافوره على طول كان بيلعب بطوله العالم للجامعات واللي اقيمت في مصر، واستطاع انه يفوز باللقب البطوله هو وسنة ابراهيم نجمه النادي الاهلي ايضا، وسافر على طول بعدها لسنغافوره، ويبدو ان هذه الاصابه نتيجه تلاحم البطولات. نتمنى ان شاء الله ان الفريق الطبي والفريق المعاون لمصطفى عسل يدرسوا طبعا هذه الاصابه جيدا ويشوفوا اسبابها. قد تكون بسبب تلاحم الاصابات، ولكن هذه هي الاسكواش. الاسكواش كده اسكواش بطوله لبطوله، انت بتسافر من هنا لهنا، مصر سنغافوره، ترجع على ممكن ترجع على باكستان، تروح تلعب بطوله في امريكا انجلترا، ده الاسكواش. نتمنى لمصطفى ان شاء الله صاحب ال21 عام الشفاء سريعا والعوده مره اخرى للبطولات وحصد البطولات.